المال إذا اتحقق فيه شرطين، الشرطين دول هما بلوغ النصاب اللي هو قيمة 85 جرام عيار واحد، عيار 21 من الذهب يعني، والشرط التاني حوالان الحول مرور عام هجري كامل، والمال لسه ما نقصش عن النصاب. نعم. تمام. ولو حقق الشرطين دول المال يجب فيه الزكاة 2.5% او ربع العشر. هل الربع العشر دول بيخرجوا على المال ولا على ارباحه لو انا حاطه في البنك؟ لا، الاصل ان الزكاه بتتعلق بالمال مش بالارباح. قضيه الارباح دي فتوى مخصوصه في حالات مخصوصه معينه، مش فتوى عامه. اما عفوا، انا عندي فلوس في البنك والفلوس دي بتجيب ارباح، بمر السنه وهي عدت النصاب، بتمر السنه بخرج على مجموع المال الموجود في الحساب بتاعي. نعم، 2.5%. بالظبط كده.